السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت حاجة زي شات جي بي تي، يعني برنامج تسأله ويبدأ يجاوب معاك نموذج لغوي، ومستو إن هو فعلا أسرع في الإجابة، ما بياخدش الوقت اللي بياخده الشات جي بي تي على ما يرد، وفي نفس الوقت ما أعتقدش إن هو مقفول في أي بلد من البلاد. خلينا مثلا نسأله مثلا أهم الاكتشافات في القرن 21. ما خدش جزء من الثانية وبدأ إن هو يجاوب. رقم حاجة، أول واحدة تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، الجينيوم الإنسان، نانو تكنولوجي. لاحظ السرعة، الإجابة بتاعته سريعة والإجابة بتاعته مش واقفة عند 2021 زي شات جي بي تي 3. تمام، أنا بقى سألته يعني السؤال قبل كده عن أهم حدث في نهاية العصور الوسطى، برضه جاوب عليها بسرعة. تمام، خلينا مثلا نسأله حاجة صحية، أهم الأغذية الصحية. ما بياخدش برضه ثواني، ف سريع في الإجابة ودقيق، واللغة العربية عنده كويس ومش محدود، يعني في شات جي بي تي محدود بعدد معين من الكلمات، فتلاقي في نص الإجابة وقف، فلازم تقعد تقول أكمل والحاجات دي. فهسيب لكم الرابط، حاولوا تجربوه. لو عندكم أي برنامج حلو في الذكاء الصناعي أو أي برنامج موقع حطوا لنا يا ريت في التعليقات.